حقول انطلقت فيها عمليات الجني وأخرى تنتظر دورها. هكذا هو الحال بمنطقة ولاد غانم بإقليم الجديدة. وفرة في المنتوج وجودته عاملان يميزان خضروات المنطقة. وسط أجواء من التفاؤل بمحصول فلاحي جيد، فلاح المنطقة يعملون من أجل تزويد مستمر للسوق المحلية والوطنية بالخضروات خلال وبعد شهر رمضان. كان نسهروا باش نوجدوا واحد المجموعه من الخضروات اللي كما بقى الايام اللي فايته. الحمد لله الخضره موجوده، اكتفاء الذاتي. احنا كنديروا واحد المجهود باش توصل للمستهلك كما باقي الايام اللي دازت، رغم هاد الظروف وهاد الحظر الصحي اللي كاين. احنا كفلاحه راه الحمد لله كلشي متوفر، كلشي موجود. ضفنا المجهود ديالنا باش نوجدوا الخضار للمواطنين، وزدنا في العمل ديالنا، وعندنا الحالية اللي هي اللي موجودة عندنا القرعة، واللي جاية في الطريق إن شاء الله. كاين الفلفلة، كاين الدنجال، كاين اللفت، كاين الخيزو. الحمد لله الخضرة اللي عندنا هنا راه موجودة كاملة كما العادة. تجنّد العاملات والعاملين في القطاع الفلاحي واحترامهم لتدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي من أهم الإجراءات المتخذة حتى تستمر عملية تموين الأسواق بشكل عادي. كتوصل المساحة المزروعة سنويا من الخضروات إلى 12000 هكتار، وكتوزع على ثلاثة المراحل، وهي الخضروات الخريفية والربيعية ثم الخضروات الصيفية، وذلك لضمان تزويد الأسواق على طول السنة وبصفة مستمرة. الفلاحة كيشتغلوا في ظروف جيدة مع مراعاة الضوابط الصحية الجاري بها العمل في ظل هذه الجائحة اللي كتعرفها المملكة. مواقف مواطنة تلك التي عبر عنها الفلاحون ومربو الماشية والدواجن والفاعلون في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية في كل سلاسل الإنتاج، من خلال الانخراط في العمل على توفير الإنتاج والتموين المنتظم لأسواق المملكة بالمنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية.